تعالوا النهارده نعمل ايس كوفي من فريسكا كوفي. يلا بينا. هتجيب 2 فريسكا كوفي من اي حته، وهتجيب صوص السيرب القهوه، صوص السيرب اللي هو الماجيك القهوه. هنعمل عليهم فيديو قريب جدا جدا، كله صوصات ماجيك، ولكن ده صوص منهم، صوص موكا قهوه. طيب هتجيب الاثنين الفريسكا وتفتح كده، تجيب طبق علشان تقطعه وتحطه في الخلاط. تمام، ده كده بقى شكلهم، هتقطعهم وتحطهم في الخلاط ده، والخلاط ده هتلاقي تحت في الديسكريبشن اللي عايز يروح يطلبه. تمام، قطعنا الفريسكا كده في الخلاط، وبعد كده تجيب اي نوع لبن، انا جبت لبن بخيره عادي، وهنحطه. اكادو من برد الجمال فرط الجمال ازوبه. تمام، وتقفل بقى ايه كويس، ونسمع احلى صوت في الدنيا. هتجيب الكوبايه بتاعتك وتجيب صوص الموكا او صوص القهوه وتزين كوبايتك، وبعد كده تجيب التلج بتاعك. ريحه قهوه قويه جدا جدا. يلا بينا نصب. يواله 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 يواله. ممكن بقى نحط ايه شويه سيرب كده من فوق، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. بصوا شكله بعمل ازاي، بصوا مكون كله من قهوه حرفيا، صوص قهوه على فريسكا قهوه على كل حاجه حرفيا. شكله جامد جدا جدا، وريحته كمان قويه جدا جدا. تعالوا ندوق بقى كده ونشوف العظمه اللي احنا عملناها. بسم الله يا جماعة، اقسم بالله ده احسن مشروب قهوة شربته في حياتي. المشروب غني قوي قوي بالقهوة، حتة كمان ان انا كمان ما حطيتش سكر واعتمدت على سكر الشوكولاتة اللي موجودة هنا. بصوا في الجون مظبوط كده قوي، ومش مسكر خالص ولا اي حاجة، وطعم القهوة باين فيه قوي. فاعمله في البيت وبعتلي الصورة بتاعته وقولي طلع عامل ازاي معاك. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف فولور على الانستجرام. وكالعادة دوس يا كوتش، سلام عليكم.